لو سمحت يا دكتور، انا دايما عندي انتفاخ من غير غازات، وباكل الالياف بتتعبني، وعندي دايما مغص، باكل بيجي لي مغص من اكلات اللي هي فيها الياف، فيها لو انا مثبت مناعته والحاجات المقليه، بس دكتور انا تعبانه وماشيه بعلاج قولون يوميا ومهضم اللي انت حضرتك عارفه اللي هو دايما في السوق ده. فتنصحني اعمل ايه؟ وكشفت كتير وعملت اشعه وعملت تحليل جرثومه المعده وعملت كل التحاليل وخدت علاج الجرثومه، مع اني عملته في الدم وفي دكتور قال لي لا عندي، وفي البراز لقيته سلبي مش ايجابي، لكن في الدم لقيته ايجابي وعطاني علاج لمده 15 يوم، وما زال التعب عندي، باخد اللي هو المهضم بيريحني شويه مع الاكل. طب مريم، دكتور عايز يسالك اسئله. عمرك وزنك كام؟ عمرك وزنك؟ عمري 39، وزني لو بنزل بقى على المهضمات ما باكلش واخس، بس يعني حوالي 55 56، طيب انت وطولي 150 او 155. طيب انت حللتي براز؟ طبعا حللت براز واداني الجرثومه برضه كمان. بيطلع؟ لا سيبك من الجرثومه، بيطلع فيها اي طفيليات ولا ما بيطلعش؟ نعم في طفيليات، بتطلع طفيليات او ديدان؟ طفيليات او ديدان؟ ما اعرفش يا دكتور. هو طيب. في مخاط في البراز بسيط وعندي مساك. طيب واحده بقى ثانيه، انت قولي لي كده، انت النهارده فطرتي صح؟ نعم فطرتي؟ فطرتي ايه؟ بصراحه اكلت تونه، بس انا عاملاها في البيت، تونه. وايه تاني؟ ايه تاني مع التونه؟ بس بعيش، تونه وعيش. بس. لان انا باكل الخضره بتعب. طب والعشاء اكلتي في العشاء امبارح؟ نعم اكلت ايه امبارح في العشاء؟ العشاء والله اكلت يا دكتور باميه، مع بس باميه بعيش مع الساعه 8. طيب والغدا امبارح؟ كان ملوخيه ولحمه. ما اكلتيش فاكهه خالص؟ لا باكل فاكهه يا دكتور، بس انا طيب. بتعب لو ملوخيه برضو بتتعبني. طيب شوف انا هقول لك تعملي ايه. حاضر. طيب بشكرك يا مريم. دكتور ان انا بقالي 7 سنين بالحاله دي مش عارفه حل. انا بشكرك يا مريم متابعي دكتور. واحنا لازم نغير طبيعه اكلنا. هو مشكله الناس بشكل عام ان هم بيحبوا يقول لك ايه، بيزلطوا. ايه بيزلطوا؟ بيبلع كتير، فبيبلع بسرعه. احنا لازم ما نيجي ناكل ناكل على مهلنا، مهلنا خالص، ونقعد وما نقفش. في مطاعم بيبقى الناس واقفه، لا بيبقى عندهم انتفاخ، يبقى هنقعد، ولو عايز تقعد الطبليه يبقى كمان احلى، عايز تقعد تسترخي، تقعد خالص كده وتاكل على مهلها خالص. وكمان بقول لهم اللي عندهم انتفاخ، بقول لهم كل باصغر معلقه في البيت، ما تجيبش المعلقه الكبيره، انت هتاكل معلقه صغيره، وما تبلعش الاكل بسرعه. امضغ طعامك خليه ميه اكنك هتشرب، يبقى هتقعد تمضغ على مهلك خالص وتبلع. ليه؟ لان الهضم طول الوقت بياخد دواء هضم ومفيش فايده. ايوه، لان 70% من الهضم بيحدث في الفم. يبقى لازم تبقى اسنانها كويسه وتقعد تهضم وتطحن كويس جدا وتبلع على مهلها بالطريقه دي. الحاجه الثانيه، حتى لو الالياف والخضار كان بيعملها المشاكل دي كلها، تحاول تاخد قطع صغيره منه. الحاجه الثالثه، تحاول تاخد اغذيه منبته. الاغذيه المستنبته اللي هو الحلبه او الفول النابت بيبقى مهم جدا، الحاجات المستنبته دي بتساعدها. ونشوف ايه اخبار الطفيليات او الحاجه في المشاكل دي كلها، وما نشربش ميه واحنا بناكل، نشربها قبل الاكل او بعد الاكل. ها وسهله. كل الناس اللي بيستجيبوا بالتعليمات، يعني الحاجات دي كلها بنعلمها للناس، بتحسن الهضم، بتحسن فعلا. وبعدين حتى لو كانت بتاخد دواء الهضم وما تحسنش، ساعات بنزود الجرعه شويه.